سليمان خبير نايب الشعر. أنا لي تقريبا 14 سنة موجود بالمغرب، من 2004 تقريبا دخلت المغرب، ولا يومنا هيدا. هذا البير بي افكت هو تركيبة جديدة بعالم التجميل، هو ثورة عمل من سنة تقريبا نزلته للأسواق. هذا منتج أمريكاني من اختراع الوالد تبعي، أول منتج يكون خالي من المواد اللي فيها الفورمول اللي عم تعمل مشاكل كتير بالنسبة للصحة، واللي عم يحاربوها بشكل كتير كبير الدول مثل أوروبا وأمريكا ممنوعة فيها. أول منتج كمان بنحط على فروة الرأس دايركت ليكون بديل لعملية الحقن البلازما. بهذا البرودوي ممكن بنشتغل فيه بيعطينا الإفات تبع البي ار بي من غير دم. لكن المرأة المغربية انت بتعرفي على مساحة المملكة كاملة بالمدن كاملة تبعها بتختلف الشعرة من مدينة لمدينة. يعني إذا بتطلع على الشمال بتلاقي الشعر شوي ناعم، شوي ألوان فاتحة. إذا بتروحي شوي للداخل بتلاقي شوي شعر أسمك، بتروحي على الصحراء شوي أسمك وجاف أكتر. مشاكل موجودة بالمغرب هن الجفاف والتقصف والفراغات اللي عم بتكون. هيدا هدية جديدة عملناها نحن، مني أنا للمرأة المغربية. بتعرفي بفصل الصيف بيصير في عنا كتير عوامل خارجية بتأثر على صحة الشعر، فكان هذا المنتج جديد يلا عم طرحناه. في نوعين، في ماسك بمية الذهب وماسك بالكافيار. هيدي لأي سيدة عم تعاني من مشاكل وعدم عناية بالشعرة، خاصة بفصل الصيف. بفصل الصيف بيصير عنا أضرار مثل مية البحر، الكلور، حرارة الشمس، التلوث، الرطوبة، هول كلهم بيأثروا على صحة الشعر. يعني بنطلع آخر الصيف الشعر عنا مش متضرر، بيكون كتير ميت نتيجة هالعوامل. فهيدا المنتوج طرحته ليكون حل لهذه المشكلة اللي هي العوامل الخارجية لمشاكل الشعر. هذا بنعمل يعني على مدار العام كامل، هو عناية بالشعر مش علاج. العلاج سبق وحكينا عنه اللي هو الاس بي ار بي افكت. العناية هذا الماسك عم يكون للعناية ليحمي الشعرة وليعود كل المكونات اللي عم تمشي من الشعرة نتيجة تلك مية الملح او الكلور بفصل الصيف، حرارة الشمس، الرطوبة، التلوث، هو الكامل بيحمي الشعر من هالعوامل وبيخلي مباشرة من بعد ما يتعرض الشعر لهيدي العوامل يرجع ياخذ المكونات تبعه، فهو حماية للشعر. يعني مجرد ما تطلع من مثلا إذا كانت على البلاج، مجرد ما طلعت من المي أو من البسين بتغسل شعرها بمي حلوة وبتحط الماسك ساعة على شعرها بيرجع بيحمي لشعرها. وبالبيت استخدام يعني بعد الدوش بتعمله وبتخليه وترجع بتشلله. الكافيار نعمل للشعر الضعيف والسنسيب اللي كتير حساس. مية الذهب نعمل للشعر الجاف والقوي، وهن الاثنين بيعطوا نفس المفعول بس كل وحده لنوع شعر معين. الماسك الكافيار وماسك الذهب الاي اس هن للعنايه بالشعر. عملناه بحجم في كيلو جرام، علبه كبيره تكون ثمن مناسب، لانه سبق ووعدت المراه المغربيه انه عملها شيء ثمن مناسب للعنايه بشعرها. كان هيدا الحجم كبير، كمان تركيبه خاصه بعد دراسه لجميع انواع الشعر بالمملكه المغربيه من الصحراء للشمال. انت بتعرف بتختلف طبيعه الشعر والانواع تبعها. هيدا كانت يعني بتحل كل هالامور للعنايه تبع الشعر بعد العلاج. دائما عم شدد على هذا الموضوع انه المراه تعتمد بشكل رئيسي على نظام غذائي صحي، هيدي بشكل اولي. ثاني شيء اذا عندها اي مشكله صحيه تستشير الدكتور تبعها، لانه كمان مشاكل الصحه بتاثر على صحه الشعر. في ناس كثير قليل شرب المي عندها، والمي هي ميزان لجمال المراه.
في ناس اللي عم يتعاملوا مع الشعر بطريقة خاطئة اللي هن عم يضروا الشعر تبعهم، مثل عم يعمل شاور لشعره، عم يتحمم شعره، عم يضل مدة طويلة خارج إطار التنشيف الشعر، عم يضل الشعر كله ماء. مع الرطوبة التلوث الموجودة بالجو بتولد فطريات، والفطريات هي أقوى مشكلة لتساقط الشعر اللي عم تعملنا فراغات. في كمان المشاكل للناس اللي عندها فولار المحجبة، عم يكون عندهم نسبة تساقط كتير كبيرة نتيجة إشربات عم تكون فيها كتير نايلون، في مواد شيميك عم تنعمل بالشعر بطريقة عشوائية كمان بتأثر على الشعر. كمان بالأمور الطبيعية، الزيوت الطبيعية اللي عم تنعمل هي كتير منيحة للشعر، والمغرب بلد خزان بالمواد الطبيعية اللي بتفيد الجمال، بس عم يستخدموها بطريقة خاطئة، لأنه زيت إذا بتحطيه على الشعر أكثر من 20 دقيقة بيخنقها للشعر. فأنا بشوف في ناس عندي حالات عم تجي عم تحطها يوم ويومين، فعم يكون الشعر عم ينشف وعم تموت البصيلة وعم تموت الشعرة، نظرا لكمية الزيت اللي عم يخنق المسام تبع بصيلة الشعر والشعرة، ما عادش عم تاخذ أكسجين عم تختنق. أنت بتعرف إنه المي هو أساس كل الحياة، ورب العالمين قال بكتابه أنه جعلنا من الماء كل شيء حيا. ففي ناس بتقلك أنا ما فيني غسل شعري، نصحوني أنه ما غسل شعري كتير مرة ولا مرتين بالأسبوع، هذه معلومة خاطئة. كل ما غسلت شعرك كل ما تجدد عندك الـ يعني الصحة تبعول الشعر. وإذا بنفس الوقت قداش المي بيفيدنا، بس ما فينا نقعد تحت المي أكثر من 5 بيوقف بيموت كإنسان. الشعرة نفس الموضوع، بس حطي لها كمية زيت وتخنقيها بتموتيها. فطريقة الاستخدام كتير مهمة لأنه تعطينا شعر صحي وعناية صحية.